زيه زينا. يعني ايه زيه زينا؟ هو واقف مستني انه خلاص نخلص كده وبعدين يحلها ربنا، انما انه نشوف شيء متفق عليه، يعني احنا متفقين ان احنا هنعمل كده وبعدين كده وبعدين كده. هتقول حد في افريقيا ليه؟ فهمني ايه اللي بيحصل. منتخب تونس، منتخب تونس يخسر من نامبيا ديت 1-0، 1-0 في اخر الماتش، يقلب الماتش. منتخب نامبيا ده اللي مش موجود على الخريطه ولا معروف في طبع اليوم. الكوره في افريقيا حرفيا اتطورت، يعني انا مذهول. منتخب تونس، منتخب تونس شرف مع الباقيين، شرف مع مصر والجزائر. مش ناقص غير المغرب، مش ناقص غير المغرب. بإذن الله يكسبوا، بإذن الله يكسبوا ويرفعوا راس الأرض. ما مفضلش غيرهم يا جدعان، ما مفضلش غيرهم. أنا حاسس نهائي البطولة دي هيبقى موزمبيك وموريتانيا، أو موزمبيك وأي حاجة تاني. ما في كلها مفاجآت، كلها مفاجآت، كله بيشرف جنب بعضه، كل الكبار اتعادلوا. النهارده منتخب تونس متضايق ان هو خسر، انا متضايق حرفيا، متضايق جدا ان منتخب تونس يخسر. بس باذن الله، باذن الله منتخب تونس يعوض في الماتشات اللي جايه. ولكن الماتش الجاي لمنتخب تونس صعب، منتخب تونس الماتش دي الجاي صعب امام مالي. منتخب يوم السبت، ماتش يوم السبت مع المالي صعب جدا. باذن الله منتخب تونس يكسب، باذن الله. احنا عايزين نشوف العرب يا جماعه، يا جدعان يعني فهمونا، فهمونا اللي بيحصل عشان انا مش مستوعب. انا وبعدين بقى في ام البطوله اللي مش سالكه من اولها دي، مش سالكه لا. يعني مصر تتعادل اول ماتش تمام، الجزائر تتعادل اول ماتش قشطه، تونس خسرت اول ماتش، يعني تونس خسرت اول ماتش. انا قلت من الاول جو الافيال والناس اللي بتطير فوق ده مش مريحني من الاول، حسيت ان لا في حاجه غلط في البطوله دي السنه دي، لا في سحر او حاجه غلط في بس ولا يهمنا. احنا دلوقتي على نظام عادي، ما الارجنتين خسرت اول ماتش من السعوديه في كاس العالم وبعدين كسبت البطوله عادي، فهي بشرة خير. احنا نتفائل على الله. الحقيقة يا مغرب، الحقيقة يا مغرب والحق العرب، أمم أفريقيا 2024 سقوط كل العرب، لم ينجح أحد، مش باقي غير المغرب ويبقى كله خسر. فياتي الحقيقة يا مغرب يا تخافي على نفسك عشان ما فيش حاجة مضمونة دلوقتي. أول مباراة مصر وموزمبيق تعادل 2-2، ومصر اللي بتتعادل في آخر دقيقة بركلة الجزاء، في آخر دقيقة في الماتش. بعد كده الجزائر قدام أنجولا تعادل 1-1 في الدقيقة 90 من أنجولا. بعد كده بوركينا فاسو بتكسب موريتانيا، موريتانيا برضو بلد عربي. بعد كده ناميبيا بتكسب تونس 1-0 برضو النهاردة في الدقيقة 90 عشان العرب لم ينجح أحد، لم يكسب أحد. ربنا يستر كده على المغرب، بكرة عندها ماتش مع تنزانيا صعب قوي، ومش صعب ولا حاجة، طبيعي المغرب تكسب 5-6، لكن في ظل اللي بيحصل ده وإن العرب مفيش فريق عارف يكسب، فربنا يسترها على المغرب. قالوا يا جماعة، قالوا يا عرب، تونس بتخسر من ناميبيا، يا كاتب التاريخ أبوس إيد أمك اقفل الكتاب، لأن حاليا الكتاب كله بيتكتب ضدنا. أصل دي مش مفاجأة زي التانيين، دي معجزة. منتخب ناميبيا مش عارف أقول اسمه، ما علينا. المنتخب ده بيحقق أول فوز في تاريخه في أمم أفريقيا، لعب 10 ماتشات خسر 9 وكسب النهاردة تونس. أنا بدأت أقتنع إن كرة القدم دي سكريبتات وبتتوزع، أصل مش معقولة كده يا جدعان. ويا سلام لو عرفتوا إن علي معلول غلطان في الهدف والعرضية من ناحيته. مصر والجزائر وتونس وموريتانيا كمان اللي هي دولة عربية خسرت. ربنا يسترها على المغرب بكره والله. العرب اللي الوقت تتسكر فيه البيبان بيلتفتوا كلهم للمغرب، انقذ السمعه يا مغرب، الحقونا الحقونا بجد. لا انتوا ما ينفعش تخسروا، انتوا لازم تلحقونا فعلا يا جماعه. على فكره تونس كانت عامله حسابها تتعادل مع مالي وتكسب جنوب افريقيا، وكده كده ماتش ناميبيا مضمون. تونس صفر من النقط وفاضل لها مالي وجنوب افريقيا، يعني بالمنظر ده ما فيهاش احسن روابع، مش احسن توالد. ومبدئيا كده احنا هنعيد توقعات المتاهلين من المجموعات تاني بعد المسرحيه اللي اشتغلت الجوله الاولى دي. فيا ريت كله اتوقع بقى من جديد مين المتاهلين من المجموعات. طبعا يا اخواتي ما تنسوش، عشان الاكونت واقع، ما تنسوش لايك كومنت شير اعاده نشر اكسبلور، والفولو مهم جدا، عايزين نوصل 200,000. كل حاجه بقت عاده، هي ما جاتش على 200,000 متابع اللي انا عايزه. لا هو كده حد عامل عمل للمنتخبات العربيه في البطوله الافريقيه؟ ما هو مش معقول يا جماعه، ده مش بس النتائج سيئه، ده كمان الاداء سيء جدا. نسور كرطاش بيدخلوا ناميبيا التاريخ بعد ما خسروا منهم النهارده في مباراه افتتاح المجموعه الخامسه 1-0، لان ناميبيا بالفوز ده حققت اول فوز ليها في تاريخها في بطوله الامم الافريقيه. ومش بس كسبوا واحد، دول عملوا مباراه وجيم عالمي على منتخب تونس، كانوا يقدروا كمان يكسبوا 2 و3. مشاكل تكتيكيه عديده كانت عند جلال القدر في المباراه، وكمان كانت عند لعيبه منتخب تونس
في التمركز على ارض الملعب في جميع الخطوط، ولا كان في ضغط عالي ولا شراسه ولا اتقان اللمسه الاخيره، وكمان كانت ممرات الملعب مفتوحه تماما لمنتخب ناميبيا ان هو يعمل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. والنهارده سقوط الفرق العربيه باستثناء مباراه المغرب ان شاء الله النهارده الساعه 7 بتوقيت القاهره مع تنزانيا، وان شاء الله في لايف مهم جدا من على قهوه الخواجه لنتائج الدول العربيه. تحياتي احمد الخواجه.